الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تمام، نستعمل شير، تمام، ربنا يبارك فيكم يا رب. أنا عملت اللايف النهاردة بعنوان لا أريد أن ألتزم. الموضوع ده خطير جدا، وهو خوف الشباب، خوف البنات ان هو يسلك طريق الالتزام بالفعل. مجموعة من العوائق الذهنية، مجموعة من المشاكل اللي بتواجهه، عايزة حد يطمنه، عايزة رسائل تريحه، عايزة اجابات على انت مش عايز تلتزم ليه، مش عايز تتوب ليه. قبل ما نتكلم، احنا لما بندعو إلى الله سبحانه وتعالى، الله يبارك فيك يا أحمد حبيبي أحمد سمير، لما بندعو إلى الله سبحانه وتعالى هدفنا إن الناس، سواء اللي مش مسلمة تدخل الإسلام، والناس المسلمة تلتزم بالإسلام بجد. نوح عليه السلام قال لابنه صرخة سجلها التاريخ وبثت في كتاب الله تعالى، قال يا بني اركب معنا. اتقالت بكل رحمة، بكل شفقة، بكل ما تتخيله من معاني الرأفة والرفق واللين مع هذا الولد، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فكانت النهاية أن هذا الولد لم يركب، وانتهى به الأمر إلى ما انتهى إليه كما هو معلوم. الصرخة دي ما زال كل داعية وكل ناصح وكل مصلح بيصرخها في الناس. مش الداعية هو علاء حامد ولا فلان ولا فلان، الداعية وكل مسلم بيكلم مسلم. انت بتكلم أخوك، انت بتكلمي بنتك، انت بتكلمي أختك، انت بتكلم طالب عندك في المدرسة، كلنا في الآخر بنقول نفس الكلمة ونفس الرسالة، يا بني اركب معنا. اركب ايه؟ طب نوح عليه السلام كان ابنه كافر، احنا مسلمين عم الشيخ، احنا مسلمين، انت ليه بتقول لنا الكلام دوت؟ لا، خد بالك، انا لما بتكلم معاك في قضية الالتزام، ايوه انا بكلم مسلمين، والمسلم بقول له اركب معنا برضو. تقول لي ما انا راكب طب انا مسلم، انا راكب. طب ابن نوح عليه السلام كان كافر، ما ركبش السفينة، خلاص هلك في من هلك. طب احنا مسلمين، انت بتكلمنا في ايه؟ وليه بتقول لنا اركب معنا؟ اركب معنا علشان توصل سليم. وكلمة سليم دي انا عايز افسرها لك بكلمتين. اول حاجة، مش معنى ان انت مسلم ان انت هتسلم. يعني ايه هتسلم؟ انك انت هتعدي تسلم. يعني انا عندي تسلم دي لها معنى واحد بس، تسلم يعني تدخل الجنة بغير عذاب. تسلم يعني تدخل الجنة من غير ما تتعذب خالص، تعديش عن النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ايه؟ فقد فاز. فالذي لم يدخل النار ابدا ودخل الجنة من اهول وهلة، هو ده بالنسبة لي اللي نجا. السؤال الثاني، هل كل مسلم هيدخل الجنة على طول حتى وإن مات مسلم؟ هنفترض أنه مات مسلم الآن، هل يلزم أنه مات مسلم أن يدخل الجنة على طول؟ جاوبوا. الإجابة قطعا لا. دلت الأدلة على أن في مسلمين كتير هيدخلوا النار الأول ويعذبوا فيها. يعذبوا فيها قد ايه؟ الله تعالى اعلم. ممكن يوم، ممكن سنة، ممكن 10 سنوات، ممكن 100 سنة، الله اعلم. لكن لابد ان في مسلمين سيعذبوا قبل ان يدخلوا الجنة، لان مفيش حد هيدخل الجنة الا وقد طهر. والتطهير دوت اما يكون برحمة من الله او بالنار في النهاية. وبالتالي دلت الادلة احاديث الشفاعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بين فيها ان في مسلمين هيخشوا النار، فقال ادخلوا النار، فمن وجد اخرجوا من تعرفون.
فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقال ادخلوا النار، أخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، مثقال نصف ذرة من إيمان ونحو ذلك، فيخرجون خلقا كثيرا، ويشفع الملائكة، يشفع النبيون، ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط. بعد كل ده في ناس لسه في النار برضو، لسه في ناس في النار برضو. وبالتالي أنا بقول لك أنت كمسلم، أنا لما أدعوك إلى الالتزام أنا أدعوك، لا ليس أدعوك إلى الإسلام، ولكن أدعوك إلى إسلام ينجيك من النار تماما، ما تخشش النار أبدا. مش معنى أن أنت إجمالا في السفينة أنك أنت في حالة كويسة. دعني أعطيك مثال، إحنا دلوقتي بنغرق في بحر وفي سفينة، في واحد ركب السفينة وقعد جواها واختار مكان كويس واستريح وباشا، في واحد ما لحقش يركب جوه السفينة لكن اتشعبط فيها من بره أو مسك في الحبل بتاع السفينة، السفينة اتحركت، الاتنين نجوا، الاتنين وصلوا، الاتنين ما غرقوش، لكن هل وصول الاتنين زي بعض؟ ولا اللي راكب جوه السفينة ده وصل سليم معافى، واللي ماسك الحبل دوت وصل بعد ما اتبهدل وطلع عينه علشان يوصل لإيه؟ يوصل للنجاة ديت. أو خلينا على البر مثلا، إحنا في طريق في حاجات ممكن تقتلك، وحوش بتاع نار، في عربية، في ناس ركبوا جوه العربية وناس اتشعبطوا في العربية وناس مسكوا العربية بحبل، العربية جريت، اللي جواها جواها واللي متشعبط متشعبط واللي ماسك الحبل ماسك الحبل، كلهم نجوا لكن في واحد وصل سليم وواحد وصل متخرشم. كذلك أي حد هيموت مسلم أنا متأكد قطعا إنه هيدخل الجنة، لكن في واحد هيخش من الأول سليم تماما معافى، وفي واحد هيطحن الأول علشان يدخل الجنة ديت. لحظة في الجنة تساوي كتير قوي، آسف، لحظة في النار تساوي كتير قوي، تساوي إنك تهتم بيها جدا. في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أنعم، حط بقى في تحت أنعم دي كل أغنياء العالم اللي أنت تعرفهم، كل الفنانين والممثلين والرقصين والطبلين وبتوع المهرجانات، عربيات ولامبورجيني وعربيات ذهب و أنعم أهل الدنيا بس من أهل النار. فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. دي لحظة يا جماعة، لحظة. ما البقى اللي هيقعد في النار سنة، اللي هيقعد فيها 10 سنين، اللي هيقعد فيها 100 سنة، اللي هيقعد فيها 1000 سنة. أنا لو قلت لك دلوقتي عرض، أنت قول لي رأيك إيه؟ عرض إن أنت كل يوم كل يوم هندي لك عرض مثلا إنك كل يوم تعمل معاصي وتعمل كل اللي أنت تحلم بيه، تشرب، تزني، تفجر، أغاني، ترقص، تعمل اللي أنت عايزه لمدة 23 ساعة و55 دقيقة كل يوم، كل يوم 23 ساعة و55 دقيقة كل يوم، ولكن في النهاية آخر 5 دقايق هندخلك جوه فرن نار، فرن نار، تطلع بعد 5 دقايق، بعد ال5 دقايق دول هتطلع سليم وتبدأ اليوم التاني تبدأ تعمل اللي انت عايزه لمدة 23 ساعة 55 دقيقة، ولكن بشرط هتخش النار الفرن دوت 5 دقايق. أنا أسألكم سؤال، تقبل العرض دوت ولا ما تقبلوش؟ جو هتعمل اللي انت عايزه ومعاك كل الفلوس اللي انت عايزها وكل المصادر متاحة، بس هو بس هنعمل 5 دقايق آخر كل يوم، تقبل العرض ده؟ بالظبط كده. انت لو رغيف العيش اللي انت بتسخنه وانت بتقلبه طولت شوية، وانت بتقلب رغيف العيش، رغيف العيش
طولت شوية ايدك تتحرق، ممكن تسيبه، تسيبه يولع تجري انت، تستحملش 5 دقايق ايه اللي انت بتقولي عليها. طيب نفس الفكرة بالظبط، اصل انت هيجي في بالك يقولك طب انا عملت ايه، ما انا اقعد 23 ساعة عشان اقضيها، 5 دقايق دول هينسوني ال 23 ساعة. فاذا كان الوضع ده في نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا ب70 مرة؟ هتعمل فيها ايه؟ وهيكون النسيان عامل ازاي ساعتها؟ وبالتالي انا لما بكلمك واقول لك التزم، انا مش بكلم واحد كافر، بس انا عايزك توصل لنتيجة ان انت ما تخشش النار ابدا. واضح يا احباب؟ حاجة تانية، ان انا مش بس بدعوك الى الالتزام لانك انا انت مسلم بس مقصر وكل هدفي معاك ان انت ما تخشش النار والكلام دوت، لا، في مشكلة تانية، في مشكلة تانية. المثال اللي قلت لك عليه بتاع الشاب اللي هو مسك السفينة من الحبل او شعبط في العربية من وراء، في عندي احتمال خطير جدا. ايه هو الاحتمال؟ الاحتمال ان الحبل يفلت من ايده، صح؟ احتمال ان هو العربية من كتر المرمطة في السكة يقع. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان اصلا ان كونك مش ملتزم، كونك مش مستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، ده يخلي في احتمال مش قليل ان انت اصلا تفقد المزية الكبرى ديت، وهي الموت على الاسلام. نسأل الله السلامة والعافية. وانا ما بتكلمش من فراغ، انت دلوقتي وانتوا هتقولوا لي اللي انا بقوله ده صح دلوقتي ولا غلط. انت في جامعتك دلوقتي، في الجامعة، في زميلك اللي جنبك في السكشن بيسألك دلوقتي، هو احنا ايش عرفنا ان الاسلام هو الصح، صح ولا مش صح؟ زميلتك بتقولك هو ليه ربنا فرض الحجاب، زميلك بيقولك احنا اتولدنا على فكرة مسلمين، ليه ما يكونش النصرانية اللي صح؟ صح؟ زميلتك بتقولك يعني طب هو ايه المانع ان نظرية داروين دي تطلع صح؟ بيبقى كل دوت فعلا جه صدفة او جه بشكل ما وارد، والناس دي علماء، صح ولا مش صح؟ انا بيجيلي قصص مهولة. خد بالك، انت عشان تخرج من الاسلام مش لازم ان انت تبقى تقول انا مش مسلم، لا، انت عشان تخرج من الاسلام يكفي انك تشك في الاسلام بس. يعني لو انت وصلت لمرحلة الشك، صرت الان لا تدري هل الاسلام حق ام باطل، انت كده خرجت من الاسلام. لان ربنا اشترط ان اللي يخش الاسلام لازم يكون مش شاكك على الاقل. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، وربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. والراجل المنافق في القبر لما يضربوا الملكين منكر ونكير، يقولوا له من ربك ما دينك، يقول ها 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 لا أدري، ها ها لا أدري، كنت أسمعهم يقولون. مجرد شكك في الإسلام يطلعك من الإسلام. في ناس خرجت من الإسلام بالفعل، من أصحابنا ومن ناس معنا في الكلية، هو ما دخلش النصرانية، هو ما قالش أنا ملحد، هو ما قالش أنا خلاص، هو بقى شاكك في دينه، عنده شكوك، مش شكوك اللي هو بيسأل بس، لا، هو فعلا صار مش مصدق دينه مؤقتا لغاية ما حد يقنعني. يبقى أنا بتكلم دلوقتي في جمهور كبير بسبب إن هو أخر قرار التزامه وصل دلوقتي المرحلة ان هو احنا شاكين في اسلامه اصلا. فمسألة انا هفضل على اسلامي دي مسألة مشكوك فيها. طيب انا دلوقتي لما ايه اللي خليك تقلق كده؟ عارف لما الواحد بيتأمل في ادعية الانبياء بيخاف جدا. ليه؟ لما انت تلاقي سيدنا يوسف عليه السلام بعد القصة الضخمة العظيمة دي بيطلب من ربنا طلب واحد،
يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ايه انا احس بيه بقى دلوقتي؟ انا طب انا اروح فين؟ انا اديك مثال، احنا عاملين زي واحد يا جماعه، لما نشوف دعاء الانبياء دوت، عاملين زي واحد مش مذاكر طول السنه، مقضيها على القهاوي مبلطج بيحضرش ومطمن جدا ان هو معدي ودايس والماده دي في جيبي وموضوع سهل يا عم، هنخش نقوله كلمتين وهتخلص. قدر ربنا لسبب ما ان هو يروح يزور واحد من اوائل الدفعه، معدي عليه واحد من اوائل الدفعه، دخل عليه لا بيعيط مالك يا ابني في ايه؟ قال له الماده دي انا مش هحط فيها قلم، ربنا يستر ربنا يستر وتعدي على خير، ربنا يستر وتعدي على خير، عشان الماده دي لا مش اي حد بيعدي فيها، انا طاحن نفسي مذاكره بقول يا رب انجح انت هتحس بايه؟ يعني انت هتحس بايه ساعتها؟ هتروح عامل ازاي؟ احساسك ايه وانت مروح؟ هتقضي بقيه السنه ازاي؟ يحصل لك حاجه. انا بحس كده لما بسمع او بقرا ان ابراهيم عليه السلام امام المله بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ايه؟ لما تقرا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وبيقول يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. إيه؟ طب أنا إيه؟ إحنا ليه متطمنين؟ أنا لما بقولك التزم أنا بديك صمام أمان، اللي هو بوصلك إن شاء الله غالبا هتموت على الإسلام، من عاش على شيء مات عليه. لكن لما انت بعيد عن ربنا مع كم الشبهات والشهوات اللي احنا عايشين فيها، انت بتخاطر مخاطره كبيره. دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده اللي هو بقى المحور الثاني اللي انا هتكلم فيه النهارده، انا اديتك بس النهارده هو انا بكلم مين وبكلمه ليه. خلاص اتفقنا، انا بكلمكم انتم مسلمين، بس انا دلوقتي بكلمك ايها الشاب الطيب علشان عايز اوصلك لدرجه من الالتزام بهذا الاسلام تضمن لك بإذن الله تعالى وبرحمة الله تعالى أن تعيش مستقيما، تموت على خير، لا تدخل النار أبدا. أنا نفسي محدش يدخل النار. أسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم من النار. اللهم أجرني وإياكم من النار يا رب، يجرني وإياكم من النار يا رب، يجرني وإياكم من النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أمين اللهم أمين. وأنا فعلا والله أرجو ذلك لي ولكم من قلبي فعلا، وكل كلامي وحرقتي واللي انتوا شايفينه دوت لانني احبكم في الله وارجو لكم ما ارجوه لنفسي من الخير. المحور الثاني بقى كويس، انا 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 معاك، اقنعنا بقى. المحور الثاني هو ايه المحفز، يعني ايه اللي يشجعني ان انا اخد الطريق دوت والتزم بجد التزام حقيقي، مش مقطع في صلاه، مش بقى بلبس ضيق شويه وواسع شويه، مش بغتاب وانم، لا مسلم كده وايه والحياه عادي بقى، افلام اغاني مهرجانات مسلسلات لبس ضيق بنات سجاير بتاع كله عادي، بس هو اسمه محمد واسمها فاطمه. لا انا عايز التزام كامل، ادخلوا السلم كافه. انت هنغلط في الاخر، كل بنانا وخطاء، لكن على الاقل بحاول على قد ما اقدر ما اغلطش. المهم ايه اللي يشجعني بقى؟ انا عايز دلوقتي السؤال الثاني، ايه اللي يشجعني على سلوك هذا الطريق؟ اول حاجه ان انت تعلم انه لا طريق اخر، ما فيش طريق اخر. ابن القيم رحمه الله بيقول كلمه جميله جدا، يقول كل الابواب الى الجنه سدت، كل الابواب الى الجنه سدت الا باب محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش طريق تاني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سهلة بسيطة، لا يوجد طريق آخر. ده السبب الأول أو المشجع الأول، إن أنت
ما فيش احتمال تاني وما فيش اختيار تاني. طيب الحاجة التانية اطمئن. اطمئن الواحد لما يخش طريق الالتزام يعتقد ان هو مش هيقدر عليه. وده من الحياة اللي بتصد اي حد، يقولك انا مش قد الطريق دوت، اصل الطريق ده عايز ناس جامدة. لا، مين قال كده؟ الطريق ده اصل طريق يعني ناس مثاليين شوية، الطريق ده انا اضعف من كده، ما احنا على قد حالنا. لا غلط، احنا عندنا قاعدة بتطمنك قوي. تأكد طول الطريق من اول ما تلتزم الى ان تلقى الله ان الله لن يكلفك الا ما في وسعك، لا تكليف الا بمقدور. وتأكد انه عندما تتعذر الامور ستجد اليسر وستجد مخرج في الشريعة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما آتها. هتخش تصلي، صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. هتخش هتروح تسافر، هتلاقي الجمع وهتلاقي القصر، هتلاقي نفسك لسبب ما يعني محتاج تعمل حاجه يعني معذور فيها لضروره ما، هتلاقي ضرورات تبيح محظورات، كل حاجه ساعتها تتيسر. لكن ما تقفش بره وتشوف الطريق كده من بعيد تقول لا 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 لا، الطريق ده صعب جدا، انا مش هقدر عليه، انا مش قد الكلام ده يا عم، خليني بره على قد حالي. لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ طول ما انت بره هتبقى شايفه غلط. خد بالك قاعدة ان هذا الدين يسر، الحديث يعني ان هذا الدين يسر، الدين يسر ده للي جرب الدين او اللي بيتعامل بالدين فعلا، لكن مش الدين يسر للي بره الدين. بمعنى صلي قائما فإن لم تستطع فقائما، ده اللي بيصلي. لكن واحد ما بيصليش ايه؟ لا، انت مالكش دعوه بالقصة دي خالص، هنا الدين مش يسر بالنسبة لك، مش هتلاقي اي تيسير في الموضوع ده، فيش مخرج هنا، لانك انت سبت المقدور اصلا. احنا نقول لك اعمل مقدور، اول ما يتعذر هتلاقي اليسر. فاحنا لما نقول الدين يسر للي دخل فيه، اي حد يا جماعة انا اقولكم اهو، وانتوا قولوا لي اللي انا بقوله ده صح ولا لا، عايزكم تجاوبوني دلوقتي في اللايف. اي حد فيكم ملتزم، وانا بقول اهو انا واحد من زي، انا بفضل الله بفضل الله يعني حوالي 17 سنه مثلا على الاقل، بفضل الله راس الله يثبتني 18. انا منذ دخلت هذا الطريق ما وجدت الا التيسير والخير. انا بسأل اي واحد ملتزم من زمان، جاوب علشان تشجع غيرك، هل وجدت في هذا الطريق امر لا تقدر عليه، لو تكليف بمستحيل، ام وجدت التيسير؟ هل الحاجة لما كنت قبل ما تخش فيها اللي كنت فاكرها مستحيلة ومش هقدر اعملها ابدا، عملتها ولا عملتهاش؟ اتيسرت ولا اتيسرتش؟ المعصية اللي كنت متخيل ان مستحيلة بطلها، بطلتها ولا بطلتهاش؟ تيسير. بس تيسير ده اللي دخل، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه، من تقرب إليه زراعا تقربت إليه باعا. عارفين احنا عاملين زي ايه؟ الصوت واضح بس الأول عشان أكمل. احنا عاملين زي ايه يا شباب؟ عاملين زي واحد واقف على شاطئ البحر. عارفين البحر، انا في اسكندريه اصلي، معلش، البحر في اسكندريه، ممكن اللي يجي هنا بيلاقي البحر في الاول، اول ما تيجي تقف على الشط كده بتلاقي امواج كتير كده في الاول، الامواج دي بتخوف شويه. لو عديت الامواج ديت يعني نطيت كده جوه شويه تلاقي البحر حصيره، زي ما احنا بنقول في اسكندريه حصيره، يعني ايه؟ فيش موج بقى خلاص. وده في مطروح بيبان اكتر. في مطروح انت واقف بره شايف الموج اللي هو اللي في الاول ده، اللي هو تش اللي هو بيخبط في الشط ده، اللي هو بيكعبلنا وبيرمينا ورا دوت، فانت فاكر الدنيا كلها كده، هتقول لا 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 انا مش هنزل، انسى، ده البحر ده ما يتنزلش، رغم ان هو الموج ده 3 متر بس،
لو عديتهم مفيش حاجه جوه خلاص. وفي واحد صاحبك جوه اللي هو بقى التزم من زمان بيقول لك يا ابني خش، تقول له لا ده مش ممكن، تقول له يا عم الدنيا جوه جميله جميله سهله سلكه بحصيره جوه تعالى، يقول لك لا مش هنزل. طول ما هو واقف بره هيفضل شايف ان طريق الالتزام ده طريق معقد، طريق تشدد، طريق صعب. انا ازاي هبطل كل الغلط دوت؟ ازاي هعمل كل الصح اللي بتعمله ده؟ يعني ايه اصلي الفجر كل يوم حاضر في مسجد؟ يعني ايه افضل طول عمري ما اسمعش الاغاني ولا مسلسلات ولا بتاع؟ ازاي انا افضل انا البس طول حياتي حجاب واسع بتاع؟ طب والمناسبات؟ طب والافراح؟ طب وليالي الملاح؟ طب هعمل ايه في قصدي؟ كمان عايز البس نقاب؟ لا 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 ده الموضوع صعب جدا. هي سالكه، في ناس جوه بقى لها سنين بتقول لك تعالى الدنيا جميله جوه. تقف بره بتعمل ايه؟ طول ما انت واقف بره هتفضل شايفه كده. لكن احنا جربنا وبنقول لك والله ميسر. احنا كنا تعبانين لما كناش ملتزمين، لما التزمنا بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل ان نكون من الملتزمين ما وجدنا الا ليه؟ الا التيسير والخير والرحمه والبركه. تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده، في واحد يقول لك مثلا احنا كده التالتة، احنا في التالتة، اكتبوا معايا ان طريق الالتزام ده طريق جميل يعني الصراحة هو ده الصح، هو ده المفروض نعمله، بس الشيخ برضو يعني برضو الخنقة، يعني الواحد برضو بيحتاج يعني يفك عن نفسه شوية، والطريق ده برضو مع كله كده كله خنقة لا مؤاخذة يعني، صح؟ دي برضو مشكلة تانية، هو التصور الذهني الساذج الخاطئ تماما عن طريق الالتزام. طريق الالتزام يا احباب والله والله طريق سعادة، طريق سعادة. يعني عايز اسأل سؤال، هل طريق الالتزام طريق كئيب اخر نهاية سعيدة، وطريق المعصية طريق سعيد اخر نهاية حزينة؟ فاحنا بناخد الطريق الكئيب علشان بس بنعصر نفسنا لمونة علشان نوصل للنهاية السعيدة، ولا طريق الالتزام هو في الحقيقة طريق سعيد في ذاته في نفسه يعقبه سعادة أكمل وأتم، وطريق المعصية هو طريق كئيب يعقبه تعاسة أتم وأكمل؟ ها تو اقرا التعليقات. أيوة عن متردد من غير ما تعلق، ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ربنا قال عن نفسه وانه هو اضحك وابكى، هو اضحك وابكى، هو اللي امر، هو نفسه اللي يملك القلوب ويملك ان يضحكك او يبكيك. هيدي مين السعاده يا حلوين؟ هيديها للي بعيد عنه ولا اللي اقرب منه؟ هو يملك السعاده وهو اللي امر بالالتزام. يبقى اللي التزم هيتحرم من السعاده؟ احنا عاقلين، ربنا وعد واحنا راينا وعده ونقول صدقنا وعده، من عمل صالحا من ذكر او انثى ومؤمن فلنحيينه حياه ايش؟ طيبه. والله وجدنا الحياه الطيبه في طاعه الله، والله وجدنا الحياه الطيبه في طاعه الله، حياه القلب، حياه الروح، السكينه، راحه البال، الأنس بالله، الرضا عن الله، والله وجدنا كل ده. ونقول في الدنيا قبل الآخرة الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده، لأن هو وعدنا بالحياة الطيبة والله وجدناها. وما وجدنا هذه الحياة الطيبة في المعصية أبدا. واسأل مجرب، اسأل مجرب. عارفين يا جماعة الطاعة هي في مشكلة ان احنا في شيطان، يعني برضو ايه لازم تاخد بالك، في شيطان موجود، والشيطان وظيفته الاساسية التزيين والتزييف وقلب الحقائق. فالشيطان عادة يغلف لك الطاعة بغلاف مر، ويغلف لك المعصية بغلاف حلو، بحيث ان انت لو برا اول ما تلمس كده الطاعة تلاقيها صعبة شوية مرة تروح رميها
تيجي تحط التانية بقى في لسانك، الله حلوة، تروح واكلها كلها، خد بقى مرارتها في الآخر. لكن أهل البصائر اللي عارفين، عارفين أيوة هي عليها غلاف مر، بس ده غلاف بس، شيل الغلاف خش جوه هتلاقي كل حاجة حلوة. والمعصية ديت أيوة عليها غلاف حلو، بس شيل الغلاف هتلاقي كل مرارة. كلنا في بداية التزامنا تعبنا من الغلاف المر ده شوية، في الأول كده كان في شوية سخرية، شوية استهزاء، شوية تعب، على ما قمت أصلي الفجر دي كانت صعوبة كبيرة جدا، على ما تعودت أقوم الليل كانت تقيلة شوية، على ما قدرت أن أنا أقطع مع البنت موضوع خد وقت، على ما بطلت السيجارة اتعذبت شوية، على ما استحملت أهلي شوية، كل ده كان الإيه؟ الغلاف. دخلت جوه الحمد لله كله جميل، دنيا جميلة جوه، بس عدي الغلاف بس. العكس في المعصية، واحد لسه بيجرب معصية، لسه أول مرة يمشي مع بنات يحس موضوع حلو، أول مرة يشرب سجاير يحس موضوع لذيذ، أول مرة يتفرج على أفلام إباحية يحس الموضوع حلو. تعالى بقى طول معاه كده سنين في القصة دي، سنين بيتفرج على إباحية، سنين بيعمل عادة سيئة، سنين بيمشي مع بنات، سنين بيشرب سجاير ومخدرات، تعالى أسأله دلوقتي إيه الكلام؟ هيقول لك أنا قرفان من نفسي، عايز أتف على نفسي، لا مؤاخذة. تعال اسال بقى الملتزم بقى له سنين، يقول لك الدنيا جميله، انا تعبت شويه في الاول صراحه، اول سنه كانت صعبه بس الدنيا جميله خلاص. تعال بقى الاولاني يقول لك اول سنه في المعصيه كانت حلوه وبعد كده مرار، بيعمل عاده سريه وقرفان من نفسه، فرج على الاباحيه وهو مش متلذذ اصلا، بيشرب مخدرات وسجاير وهو كاره حياته، بينام كاره نفسه، بيقوم كاره نفسه، بيكره عيشته وريحته وقرفه. التاني بيحب يومه، بيحب ساعاته، بيحب صلاته، بيحب الدنيا لأنه بيحب ربنا. سعادة الإيمان سعادة حقيقية، سعادة الانحراف سعادة مزيفة. خد القاعدة ديت، خد القاعدة ديت، السعادة الحقيقية هي اللي بتنبع من الداخل وتظهر على الخارج، السعادة المزيفة هي اللي بتعتمد على مصادر خارجية فقط فقط. لذلك سعادة أهل الإيمان بالإيمان حقيقية، لان هي ناتجة عن قلب، انا من جوه سعيد منشرح، ممكن ما كنتش ببتسم على فكرة، انا ممكن بقعد كده ما بضحكش اصلا ولا ببتسم، السعيد من جوه. وممكن اجيب لك واحد ممثل ومغني ومهرجانات بيكهكه، واقسم بالله هو مكتئب جوه، وتعرف ده من اخبارهم واحوالهم وقصصهم الشخصية. عشان كده شيخ الإسلام تيمية بيقول ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، أنا جنتي في صدري، بستاني في قلبي، أينما ذهبت فهو معي، إن حبسوني حبسي خلوة، إن نفوني نفي سياحة، إن قتلوني قتلي شهادة. هقول لكم مثال وانت هتقولوا لي صح ولا غلط، عشان برضو اللي شاكك يشوف التعليقات. قبل الالتزام احنا كنا ما نقدرش نستغنى عن المؤثرات الخارجية، لازم اصحاب، لازم دوشة، لازم سماعات في وداني اغاني، لازم سيجارة، لازم قهوة، لازم بنات، لازم اخرج، لازم انام، اكل، العب بلاي ستيشن، اي حاجة، المهم ما اقعدش لوحدي. لو قعدت لوحدي اسوأ اللحظات، لو قالوا لي النهاردة في البيت مثلا ما تخرجش يا ابني اقعد معنا شوية، يعني ايه ما اخرجش؟ انا لازم اخرج، انا ما اقدرش اقعد في البيت، اقعد في البيت اعمل ايه؟ اتخنق، لازم اخرج. دلوقتي اسعد لحظات حياتك انك تقعد لوحدك في اوضتك مع مصحفك، او بتصلي، او بتسمع درس، او قاعد كده ما بتعملش اي حاجه، بس قاعد كده على الاقل ما بسمعش لا غيبه ولا نميمه ولا في موسيقى ولا في اغاني
ولا في مسلسل ولا في بنات ولا أنا قاعد لوحدي مبسوط خلاص. بقت أحلى حاجة عندي الخلوة، لأن أنت تحولت من المزيف للحقيقي. تعال بقى أقول لك الوضع التاني اللي هو بقى السعادة التانية الوهمية. الحقيقة إن سعادة الطريق اللي أنا جماعة أعترف لكم أنا مكنتش ملتزم. أنا قبل 2002 أنا مكنتش ملتزم والحمد لله الذي هدانا. فأنا بكلمك على بصيرة وكنت بعيد. أنا بكلمك على بصيرة، أنا مكنتش طول عمري كده، بس أنا عارف أنا بقولك إيه. السعادة اللي قبل كده كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن إن أنت مجموعة من المسكنات اللي أنت بتضحك بيها على نفسك. مجموعة من المسكنات، عندك ألم داخلي داخليا، مفيش الأنس مفيش بتاع التاني، لا جوه تعبان. لو أنا تعبان جوه أعمل إيه؟ أعتمد على مجموعة من المسكنات. إيه المسكنات؟ إن أنا أقعد أخدع نفسي بأمور وأحسس نفسي إن أنا سعيد. عشان كده ما كنتش أقعد مع نفسي أبدا، لازم على طول بقى خروجات، لعب، أكل، سجاير، أهاوي، وبنات، مش عارف إيه، بتاع، بعد كده روح اتخمد، نام، اصحى، نفس الكلام. ما تفوقش أبدا. فأنت فاكر نفسك سعيد. لكن أنت في الحقيقة واخد مسكن. احنا عاملين زي إيه؟ الملتزم واللي مش ملتزم، عاملين زي اتنين عيانين، اتنين عيانين، واحد خد علاج وواحد خد مسكن. اللي خد العلاج شبه اللي واخد مسكن دلوقتي، لو شفت الاتنين، الاتنين بيضحكوا. والاتنين مبسوطين، والاتنين زي الفل. لكن لا، ده اللي خف، ده اللي خد العلاج لو قعد كده من غير اي حاجه هيفضل زي ما هو بيضحك. التاني بقى وقف عنه المسكن هتعرف ان هو ما كان بيضحك على نفسه. فسعاده عدم الالتزام اشبه بسعاده المريض بالمسكن. هقول لكم حاجه اخيره اضحككم بعد كده هوقف عشان طولنا عليكم وهكمل المره الجايه. انا دايما اقول ان سعاده اللي مش ملتزم اشبه بسعاده الجربان بالهرش. اعزكم الله، واحد جربان دلوقتي عنده حلين، يسعدوه ناخد علاج حط مرهم او يديها هرش، فهو اختار الحل التاني وقاعد مديها هرش ومبسوط جدا، يعني منشكح على الاخر، قمة الانشكاح، مبسوط على الاخر ورايق رايق. اي حد يخش عليه، واحد بقى داخل عليه رجله سليمة، واحد رجله سليمة داخل عليه، يا ابني اللي تعمله في نفسك ده؟ طبعا السليم ده مبسوط برجله بقى عادي جميل، رجلي جميله، ايه اللي بتعمله ده؟ انت مجنون يا ابني، انت بتعور نفسك، انت بقى شايف رجلك اتشلفطت ازاي؟ يقول له سيبني، ده انا مبسوط جدا، اديله. وقاعد بقى مديها بقى، والتاني يقول له يا ابني حرام عليك تعمل في نفسك ده، هو قال هنا مديها برضو. هو ده الفرق بين الاتنين، جربان مديها هرش شكله سعيد، بس تعالى بقى شيل ايده كده ويبطل هرش، التاني مش محتاج يهرش، هي رجله سليمة، تعالى بقى بطل هرش، الألم هيزيد، الرجل اتشوهت. كذلك اللي بيعمل معصية روحه بتبوظ اكتر، تتشوه اكتر، الألم بيزيد، والمرة الجاية عايز جرعة أكبر عشان ينسى الألم بعد الزيادة. عشان كده المعصية بتعلي فيها، تلاقي بنات بعد كده تحرش، بعد كده زنا، سجاير، بعد كده مخدرات. ليه؟ المسكن الأولاني بيجيبش نتيجة، أنا عايز مسكن أقوى من اللي قبليه، وهكذا. والهرش هيزيد والجرف عارفين بقى. فاحنا
خلينا النهاردة نقول ان احنا اتكلمنا بكم محور. النهاردة اتكلمنا في نقطتين بالظبط. نقطة الأولانية انا بكلم مين وبكلمه ليه، وليه بقول لك لازم تلتزم رغم ان انت مسلم، انا عايز لك ايه. حاجة تانية اتكلمنا النهاردة في ثلاث محفزات بس، انا لسه معايا كتير، ثلاث محفزات بس انا بلتزم ليه. اتكلمنا الاولاني انه لا طريق الا هذا الطريق، الكلمة التانية انه لا تكليف الا بمقدور لا يكلف نفسا الا وسعها، واطمئن. الموضوع الثالث شبهة ان هذا الطريق طريق كئيب لكن اخره سعادة، او طريق صعب لكن اخره بتاع، مش ردينا على شبهة الطريق ده صعب، الطريق ده مؤلم، الكلام دوت كل ده ردينا عليه. المرة الجاية يوم الاثنين الجاي الساعة 9 هنكمل الموضوع دوت، هيبقى عنوانه لا اريد ان التزم اثنين، تمام؟ فانا بس عشان ما بحبش اطول عليكم، يا رب يكون الموضوع عجبكم. الموضوع عجبكم هكمل فيه، لو عايزين موضوع تاني ممكن، عنديش اي مشكلة يعني. بس هو لسه في كلام مهم جدا في الموضوع دوت، انا بقول لكم اهو نكمل خلاص. عايز بقى يعني تعزموا بقى الناس كلها المرة الجاية في اللايف القادم. ربنا يبارك فيكم، انا احبكم في الله، ربنا يسعدكم ويرضيكم ويحبكم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الهداية والالتزام، اللهم امين. قابلكم بقى الاثنين الجاي الساعة 9، لا تتخلفوا ابدا، هنزل الميعاد عشان نكمل الموضوع الخطير دوت. كفاية كده بقى، خليكم متشوقين. اتقابل مرة جاية عشان ايه محبش الايه ان تملوا مني. انا احبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللايف هيبقى متسيف على الصفحة، وانشروه تاني ووروه لاصحابكم، واستنوا بقى بقية الموضوع المرة الجاية، واللي عنده تعليق يضيف وانا اشوف الايه التعليقات. اشوفكم على خير، السلام عليكم.